السلام عليكم يا باشمهندسين، في مشكلة بتقابلنا كتير يا جماعة. الصورة دي بتجي لنا اللي هو الريفت لايسنس، بيقول لك نوت فاليد. في مشكلة بتيجي بسبب النسخة مع برنامج الريفت. عشان نحل المشكلة دي يا باشمهندسين، هنخش على ماي كمبيوتر، هنروح على السي، الشكل اللي قدامك ده، حاجة هنا اسمها اليوزرز. هنلاقي الاسم بتاع الجهاز بتاع حضرتك موجود على حسب الاسم اللي حضرتك مسميه للجهاز، تمام؟ هنلاقي القايمة بتاع اوتو ديسك موجودة عندنا، ماشي؟ في حاجه انا اسمها message.exe، اهو message router.exe او message router. هعمل ايه؟ رايت كليك اقول رينيم، هاجي قبل الكلمه دي هقول اون اندرسكور بالشكل ده بس. وبكده يا باشمهندسين حضرتك ان شاء الله ما يظهرلكش المسج دي تاني باذن الله.